ستة، ثم ينام هو 3 أيام، واليوم الرابع بنسميه عيد صفر ينام، وهو يوم الخميس. الصفر ينام عبارة عن 4 أصحاب، فيا ريت في الصوم نقرا صفر ينام. لو قريت كل يوم أصحاح هتقدر تخلص الصفر كله. النهاردة عايز أقرا معاك جزء من الصف الثالث، ونتأمل فيما بعد من الصف الثالث من أول عدد 5. فآمن أهل نينوى بالله وماتوا بصوم ولبسوا نصوحا من كبيرهم إلى صغير، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد، ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تزق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بنصوح الناس والبهائم، ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهي. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم، فلم يصنعه مجدا للتاريخ القدوس إلى أن يكون. في الآيات دي الكتاب المقدس بيتعلمنا رحلة كاملة لتوبة أهل نينوى. ولو إحنا أخذنا الخطوات بتاعة توبتهم وعشنا بيها في حياتنا، هيكون لنا أيضا حياة التوبة وحياة النقاوة، وأيضا ربنا يرفع غضب عن العالم ويسامحنا ويعطينا ميراث الحياة الأبدية. ينام قال لهم إن بعد 40 يوما تنقلب نينوى، جملة واحدة، بعد 40 يوم تنقلب نينوى. وبسبب الجملة دي بدت رحلة التوبة. أول خطوة في التوبة هي آمن أهل نينوى بالله. آمن. ممكن كلكم تقولوا دي موجودة، احنا كلنا مؤمنين، هذه خطوة من خطوات التوبة موجودة. لكن الحقيقة احنا كلنا مؤمنين، لكن مش بنفس معنى كلمة آمن أهل نينوى بالله. أقولك قصدي إيه؟ يعني أهل نينوى صدقوا رسالة ينام إن بعد 40 يوم ربنا هيهلك المدينة. لو أخدوا الرسالة دي باستهتار ما كانوش تابوا، إنما اللي طوبهم إن هم صدقوا الرسالة وأخدوها بجدية. إحنا ربنا بيبعت لنا رسائل كثيرة في الكتاب المقدس. هو السؤال هنا، هل بنأخذها بنفس الجدية ولا لأ؟ كلمة آمنة معناها إنك تاخد رسالة ربنا بجدية. أعطيكم أمثلة. مكتوب مثلا في سفر الرؤيا أن جميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المرتقبة بالنار والكبريت. لو احنا صدقنا الكلمة دي هنكذب؟ مش هنكذب. لو احنا واخدين الكلمة دي بجد وصدقناها ان كل الكذابين نصيبهم في البحيرة المرتقبة بالنار والكبريت، ما كانش حد فينا كذب. انما احنا مش واخدين نصيب ربنا بالجدية اللي اهل نينوى خدوا بيها التحذير بتاع ينام النيل. وهكذا في العزل على الجبل يقول: ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. يا أحمق دي يعني يا غبي. إحنا بنقول شتائم أصعب من كلمة يا غبي دي. طيب إن كان اللي بيقول لأخوه يا أحمق هيروح نار جهنم، أما اللي بيقول الشتائم إحنا بنقول هيروح فين؟ هل مصدقين كلمة ربنا ولا مش مصدقين؟ بابا شنودة كان دايما يقول الفرق ما بين القديسين وبيننا هو الجدية. الجدية، لو احنا عندنا جدية في حياتنا الروحية
واخدنا كلمة ربنا بجد، كان حالنا بأحسن من كده بكتير. تبقى أول نقطة احنا عايزين نتعلمها من أهل نينوى، الجدية في الحياة المروحية. ناخد وصيت ربنا بجد. لما ربنا يقول وجميع الكذب نصيبهم متقد في البحار المتقد في النار الكبريت، ناخد الكلمة دي بجد. ده انا بتكلم على الخطايا اللي احنا بنسميها الخطايا العادية، كيس والشتيمة والخلفان، ما بالك بقى الخطايا اللي أكبر منها. الحاجة الثانية يقول ونادوا بصوم، ونادوا بصوم. دول الناس أمميين، أمميين يعني غير مؤمنين، مش عرفهم بالصوم ده. ولما صاموا صاموا ثلاث أيام، عارفينهم قالوا ثلاث أيام، فبصوا ثلاث أيام علشان الإيمان كان في بطن فوق ثلاث أيام، لكن ربما صاموا الأربعين يوم، ربما صاموا أكثر، ربما صاموا أقل، ما نعرفش المدة الصوم اللي صاموا فيها. لكن صاموا بنسكت بذله. واحنا احيانا كتير الناس تتساءل احنا بنصوم ليه؟ وأصومنا كتيرة ليه؟ ما نقلل الأصوم، ما كل الكنائس التانية قللت الأصوم بتاعتها، ليه احنا بنصوم كل الأصوم دي؟ ده احنا تبتين السنة الصوم. في زكريا الناس راحوا لزكريا النبي وقالوا له قول لربنا احنا برضه مفروض نصوم ونكمل الأصوم من الشهر الخامس والشهر السابع والشهر التاسع. فزكريا راح سأل ربنا، فربنا قال له روح قول لهم هو انتم لما بتصوموا بتصوموا لي انا؟ يعني هو ربنا بيستفيد حاجه من الصوم بتاعنا؟ لو احنا كلنا قلنا مش هنصوم ربنا هيخسر حاجه. هو مين اللي محتاج الصوم؟ احنا اللي محتاجين الصوم. قال ان ناوي لانهم شعروا بالاحتياج للصوم، عشان كده فرضوا على نفسهم صوم. ما حدش قال لهم نصوم، ده هم فرضوا على نفسهم الصوم ده، الشعور بالاحتياج. ليه احنا محتاجين الصوم؟ الصوم في نوع من انواع ضبط الجسد، بتقول لجسدك لا مش هتاكل الاكل ده، او مش هتاكل دلوقتي، في صوم انقطاع، هتاكل كمان ساعتين ثلاثه اربعه وتقدر. لما تضبط جسدك، جسدك ما يتمردش عليه. لكن لو جسدك غير منضبط ممكن شهوات الجسد كلها تثور عليك وما تقدرش ان انت تضبط هذه الشهوات وتقع في خطايا كثيره. الجسد ده زي الحصان، محتاج ان انت تلجمه، محتاج انك تضبطه، محتاج انك تقمعه، لانك لو سبته من غير لجام هيثور ويوقعك في خطوات في خطايا كثيره. ان كان بولس الرسول، بولس الرسول اللي طلع للسماء الثالثه يقول كده، يقول اقنع جسدي واستعبده لئلا بعدما كرست للاخرين اصير انا نفسي مطلوب. ان كان بولس محتاج يطلب جسدي، ما احنا نقول ايه؟ احنا محتاجين كلنا نطلب جسدنا. علشان كده الصوم ده اللي منفعتنا، الصوم ده بيساعدنا احنا نطلب جسدنا. ان كان بولس خايف لا يصير مرفوض، اما احنا نقول ايه على نفسنا؟ احنا كمان اسبوعين يبتدي الصوم الكبير، وناس كتير تشتكي 55 يوم وكمان ما فيش سنه، وليه؟ طب ما كفايه من صوم شهر، كفايه من صوم 40 يوم، كفايه من صوم من نص الصوم، نفضل نفاصل ونجادل. فكأن الصوم ده بنعمله جميله لحد تاني، مش احنا اللي محتاجينه، ده لاحتياجنا. أهل نينوى ما حدش قال لهم يصوموا، ولكن صاموا من نفسهم لأن هم شاعرين بهذا الاحتياج. الأول خطوة عملوها أمد ربنا، الخطوة الثانية نادوا بالصوم، الخطوة الثالثة يقول ولبسوا نسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. حتة ان هم يلبسوا بنصوح ويجلسوا على الرماد معناها ايه؟ معناها تذلل،
معناها نصر، معناها يتواضع أمام الله. كل ما الإنسان يتواضع أمام ربنا يقول تواضع أمام الرب ترفع. كل ما الإنسان يتجلل، كل ما الإنسان يتنسك، كل ما روحه ترتفع. بولس الرسول يقول إن في حرب بين الروح والجسد، الروح يجتهد بالجسد والجسد يجتهد بالروح، مفيش بقى بين اثنين مين اللي هيغلب الأفضل. ففي صراع ما بين الروح والجسد، مين اللي هينتصر في الآخر؟ الأفضل. علشان كده في الصوم أنا بطبط جسدي وبتجلل وبتمسك أمام الله، وفي نفس الوقت بغذي روحي، فروحي بتقوى والجسد بينطبق فأصير إنسان روحاني. لأن احنا دلوقتي ممكن نصوم وبعد كده نضع أمامنا أنواع شهية من الأكل، ويبقى موائد الصوم أحلى من موائد الفطار، ولكن هل هذا هو الصوم الذي نستطيع أن نضبط الجسد فيه وإحنا عمالين نلذذ أنفسنا؟ الصوم معناه النصر، الصوم معناه النصر، زي ما هم لبسوا النصور وجلسوا على الرمال. عشان كده في جزء النصر في الصوم له ثلاث أبعاد. البعد الأولاني هو الانقطاع عن الطعام، لابد أن انقطع عن الطعام فترة حسب صحتك طبعا، حسب مقدرتك، لكن لابد أنك تنقطع عن الطعام. وجبة الصبحية بنسميها بريكفاست، بريكفاست بريك يعني يكسر، فاست الصوم، سو بريكفاست يعني يكسر الصوم. كان سيدنا البابا الشنودة دائما يقول اللي يفطر الصبحية وقت الصوم نسميه نباتي منسميهوش صائم، إنما الصائم هو الذي ينقطع فترة عن الطعام. فده البعد الأولاني في النصر. البعد الثاني هو ضبط كمية الأكل، وضبط البعد الثالث ضبط نوعية الأكل. وفي ثلاث أبعاد في النصر، ضبط نوعية الأكل وضبط كمية الأكل والانقطاع. إن كان يعني في بعض الآخرين يعني غير مؤمنين لما يصوموا تبقى ميزانية الأكل أكثر من ميزانية السمك كلها. طبعا كان الصوم ده فين النصر، كانت تبقى ميزانية الأكل تساوي ميزانية السمك كلها في وقت الصوم، يبقى فين الصوم؟ ما ملكش لأن الصوم ده مفروض إن ميزانية الأكل واللبس كل ما ننفقه على الجسد بتكون أقل. والفرق ما بين الميزانية دي والميزانية دي المفروض يروح للفقراء، يروح للفقراء نتصدق في فترة الصوم، وده يبقى زيادة على العشور اللي احنا بنعطيه. يعني الفرق في ميزانية الأكل والملابس وما ننفقه على أجسادنا في فترة الصوم المفروض يكون في الفترة دي ما ننفقه على الجسد أقل بكثير من فترات الأكل. والفرق في الميزانية ده يروح للفقراء بالإضافة إلى عشرنا. مش كده وقت الصوم دايما نسمع كده بالرحمة على المساكين. حكاية الرمال دي بيتذكروا الهلاك الأبد، النار المتقدة بالنار والكبريت. فجلسهم على الرماد بيذكرهم بالنار الأبدية علشان الإنسان يثبت في مخافة ربنا ويبعد عن الخطية التي ممكن أن تؤدي به إلى النار الأبدية. عند إخواتنا الكاثوليك أول يوم في الصوم دايما يبتدي هما الصوم الكبير بتاعهم يوم الأربعاء. فأول يوم في الصوم يسموه آش ونزدي. آش يعني هو الرماد ونزدي الأربعة، أربع رماد. يروح الكنيسة ويقابونا هناك يعملون صليب الرماد على جباههم ويقول لهم أكن يقول لهم احنا داخلين رحلة صوم، الرحلة دي المفروض نتمسك فيها والرحلة دي المفروض نضبط فيها نفسنا. اليوم الرفاع اللي قبليه يوم الثلاثة سموه بالإنجليزي فات تيوزداي، فات علشان ياكلوا فيه الدهون واللحوم والحاجات دي، يسموه بالفرنساوي ماردي جرا،
مرض اللي هو الكلاب وذراع اللي هو كبير. وللأسف تحول مرض ذراع وفاتي ازاي الى ايام للخطيه. المفروض يوم الرفاع. يعني في بعض مدن هنا طلع احتفالات المرض ذراع دي احتفالات كلها خطيه خطيه. فازاي الانسان يستعد للسن الكبير بالخطيه؟ لكن ده ازاي الشيطان بيبوظ كل حاجه. الشيطان بيدخل في ذهن الناس ان هم يستعدوا للسن بالخطيه. وللاسف الناس منسقطه ورا هذا الخط الشيطان. يبقى ان انا اول حاجه امن ربنا، ثاني حاجه صاموا، ثالث حاجه تمسكوا امام الله. وبعدين يكمل يقول ونودي وقيل في نينوى عن امر الملك وعظمائه لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسيح الناس البهائم. زي ما تروح دلوقتي ناس امميين، ولكن حسب فكرهم صاموا كلهم مع بعض، حتى صوموا البهائم معاهم. حسب فكرهم لان ما حدش علمهم. لكن انا عايز اخد نقطة هنا، هو الصوم الجماعي. لا تزق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا غنم شيء. كل الناس صامت مع بعض. ايضا زي ما الكنيسة بتعلمنا ان الواحد ممكن يكون له الصوم الخاصة، لكن الصوم الجماعية دي مهمة جدا. لاني انا لما بصوم معاك انا بشنبك في صومي، وانت لما بتصوم معايا انت بتشنبني في صومي، زي ما الكتاب يقول كون خيرا من الله. علشان كده لو انا قررت ان انا افطر، انا مش بس بفطر بركة الصوم، انما انا ايضا بضعف صوم اخواتي. لكن لما كلهم بيصوموا مع بعض، كلنا نصوم مع بعض ونشترك في الصوم مع بعض، ده فعلا يكون له قوة، يكون له تهز السماء. نسمع كده أيام الرسل لما كانوا يصوموا ويصلوا مع بعض، يقول صاموا وصلوا، عشان يقول لك تزعزع البيت من صلواتهم، اهتزت المدينة بسبب صلواتهم وصومهم. زي ما أهل النار يصومهم وصلاتهم زعزعوا السماء وزعزعوا الأرض ورفعوا غضب ربنا عنهم. وده خلى ربنا يقول لنا ان رجال نينوى سيقومون في يوم الدين مع هذا الجيل ويدينونه. يعني اهل نينوى دول اللي هم غير المؤمنين امميين، هيقفوا يدينونا احنا، لان هم تعبوا بمناداتنا. احنا عندنا اعظم من المؤمنين، عشان كده المفروض ان احنا نقلدهم ونتعلم منهم. فيبقى هم امنوا بربنا، صاموا، تمسكوا وصاموا صوم جماعي مع بعض. نقطة خمسة، قال ويصرخوا إلى الله بشدة. يصرخوا إلى الله بشدة. أنا عايز تتخيل كده لو واحد بيغرق ينادي كده ويقول تعالى الحقوني، ولا يبقى بيصرخ. نفس الكلام كلمة يصرخوا إلى الله بشدة ما يقصدش بيها الزعيق والصراخ، إنه يقصد بيها إن الصلاة خارجة من عمق القلب، خارجة بقوة، مش صلاة ضعيفة فاترة خارجة من الشفتين، إنما صلاة خارجة من القلب تزعزع السماء. وهنا كلمة يصرخوا يعني بيجتمعوا مع بعض كلهم ويصلوا مع بعض. الصوم من غير الصلاة ليس له معنى. زي ما قلت لكم ان الروح في صراع مع الجسد. الصوم بيضبط الجسد. طب وايه اللي يغذي الروح؟ الصلاه. عشان كده انا محتاج اصلي عشان روحي تتغذى وتبقى قويه، ومحتاج اصوم عشان اضبط جسدي. فبالطريقه دي انتهي بروح قويه وجسد منضبط، فيستطيع الانسان ان يكون انسانا روحيا. لكن لو صمت بس من غير صلاة كنا بتتعزي الجسد. عشان كده الصوم والصلاة تفضل طول الصوم الكبير اسمعوا في القسمة، الصوم والصلاة، الصوم والصلاة مع بعض. الآباء يشبهوهم بجناحين الطائر. على طائر لو له جناح واحد ما يقدرش يطير. فدورة الجناحين الصوم والصلاة اللي يقدروا يخلونا نرتفع في الروحيات.
ولكن الصلاة بحرارة يصرخوا إلى الله بشد حرين كبير. وبعدين النقطة الثالثة يقول ويرجع كل واحد عن طريقه من الرديئة وعن الظلم الذي في أيديه. يرجع، عارف أنك ماشي في طريق غلط، إنه لك لا طريق غلط تعمل إيه؟ تحمل يترن وراجع تاني، ترجع عن تمشي في طريق العكس. هذه التوبة، التوبة إنك تعمل عكس اللي بتعمله دلوقتي. طريق الغلط اللي أنا ماشي فيه النهاردة أعمل عكس. هذه التوبة، يرجع عن طريق المرديئة وعن الظلم الذي في أيديه. هدف الصوم كله هو التوبة، هدف الصوم هو التوبة. فلو صمت وصليت وما زلت ماشي في طريق الخطية هيتبني الاسم والصوم. لكن الإنسان لما يقدم توبة يبقى صومه وصلاته مقبولة من ربنا، زي ما نضحت الصوم بتقول إن الصوم مش هو الجوع لكنه التوبة والرجوع، التوبة والرجوع. ومن هنا لازم أضع كده أمام عيني أرفع خط بتاعتي أصرخ لربنا إنه يديني نعمته، لأن من غير نعمة ربنا مش هقدر أنتصر على الضعفات. أجاهد حتى الدم ضد الخطية وأرجع عن هذه الطريق الرديء. وبأهل نينوى أم خدوا كلمة ربنا الجدية. ثاني حاجة صام، ثالث حاجة تذللوا أمام الله، رابع حاجة صاموا صلوا كجماعة الصوم الجماعي، خامس حاجة صرخوا إلى الله بشدة، سادس حاجة قدموا توبة ورجعوا عن طريقهم الرديء، سابع حاجة ونقطة أخيرة قال لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. الرجاء، الرجاء في مراحم ربنا، الرجاء في محبة ربنا، الرجاء إن ربنا زي ما وعدنا وقال ارجعوا إلي أرجع إليكم، فعندي رجاء إن أنا لما أرجع لربنا ربنا يقبلني ويغفر لخطيتي ويقول لا أعود أذكر معاصيكم. فبعد المشرق عن المغرب هكذا أبعد المعاصي عن بني البشر، ربنا هينساها مين؟ فنقطة الرجاء دي مهمة جدا. لو أهل نينوى ما كانش عندهم رجاء إن ربنا ممكن يسامحهم ما كانوش عملوا كل ده، إنما هم تمسكوا برجائهم في الله علشان كده قدروا إن هم يغيروا قرار ربنا. بعد ما ربنا كان قرر إن يهلكهم يقول لك إيه؟ فلما رأى الله أعمالهم، أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديء، ندم الله على الشر والهلاك التي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنع. إذا النهاردة صدنا سبع نقط نتعلمها من أهل النار ونعيش بيها في حياتنا كلها. أول حاجة ناخد كلمة ربنا الجدية، ثاني حاجة نصوم، ثالث حاجة نتذلل ونتمسك أمام الله، رابع حاجة نصوم كلنا مع بعض، الأب والأم والأولاد كل الأسرة وكل الكنيسة تصوم مع بعض، خامس حاجة الصلاة والصراخ إلى الله بشدة، سادس حاجة التوبة ونحن نرجع عن الطريق الرديئة، سابع حاجة الرجاء في مراحم ربنا وفي محبته وفي بالطريقة دي ربنا يغفر خطايانا ويعطينا حياة مقدسة مباركة. الله يقبل أصواتنا وصلواتنا وتوبتنا وأعترافنا وإله المجد الدائم إلى الأبد آمين. الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، سخطنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، والمسيح صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. الآن محبة الله الآب نعمة ابننا الوحيد ربنا وإلهنا باسم يسوع المسيح شاركت مهدة الروح القدس تكون مع جميعكم. انت بالسلام، سلام الرب يكون معكم.